السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم اليوم ايفل نان وبدنا نخلصها، بدنا نجمع الأقنعة لأنه أتوقع إن كتير تأخرت في تجميع الأقنعة، وأتوقع يمكن الجزء الجديد نزل التكملة، فخلونا نشوف كم قناع راح نجمع اليوم. طبعا الكوباية الهبلة السحرية هاي المرة هربت على برا المدرسة. اوكي اجوت هناك، نطلع برا المدرسة هلا. كيف نخرج إلى خارج المدرسة؟ أصدقائي ساعدوني، أتوقع تكون هون برا المدرسة، عشان هيك خلونا نطلع فوق. Pray in your room or die. اوكي مادلين، احنا ما اتفقنا على هيك ابدا. احنا هلا برا المدرسة. طيب بدنا ندور على الكوباية هلا. ها ها ها، لقيت نور مشع وهي هذه الكوباية. طيب بدنا نرجع على غرفتنا هلا ونحط الكوباية السحرية في مكانها السحري. شو هذا الباب هلا؟ شو المفتاح؟ underground race تحت الارض. شو هذا المنظر؟ هاي I don't understand. الو وين هالمكان هذا؟ شكله غرفة الجحيم. سكر 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 سكر. وين فيها خزنة. في خزنة. اوكي نزلنا تحت الارض. يا لطيف. شو هاي الرسالة؟ اعطونا هدول المهمات. بقول لي في مختبر انا لازم ادخل عليه وفي باسورد، بس هو مخبي لي الباسورد بمكان ما، فانا لازم اروح ادور على الباسورد اول شيء، لانه هون كل شيء مسكر حرفيا وفي كتير ايدين ما شاء الله. هاي الباسورد 2315. هاي القناع، هيو هاي الجزء الثالث من القناع. ايش انا اسف، حرجع اسكر الباب مره ثانيه. طب انا اذا دخلت شو حيصير فيه هلا؟ اوكي دخلت، ما بعرف، مش عارف ليش دخلت. وصلت عند هاي الرساله اللي هو كان حط لي اياها في عالدها 1000. الباب هذا افتح. كات بوشن كرافتنج ريسيبي، وصفه القطه. هتحول لقطه انا يعني؟ طب قبل ما ناخذها خلونا نستكشف شوي بالمكان، نشوف شو في عندنا ونكتشف انه ما عندنا اشي مهم. اوكي اخذتها، خلونا نفتح المختبر. نروح عند المصعد هذا ونرمي هاي جوا. لا يا حيوانة فضحتيني. حتيجي. واو. هذا المختبر، هذا المختبر. اثنين، لا مش اثنين، هاي خمسة قصدي. مادلين اصبر شوي، عم بكتب باسورد قاعد. اوكي 2 3 1 5. سكر باب اشهد. هاي شو اعمل هون انا؟ لازم اصنع الوصفة السرية. مكتوب بدنا ميركوري. وينك يا ميركوري؟ ها هاي ميركوري، وين راحت؟ اخذت ميركوري. طيب ليكويد، اوكي. طيب بس الفكرة هلا انا بدي ارمي بايدي، بس اذا رميتها رح تيجي عندي هاي الهبلة. المهم بدنا نشوف هاي الوردة ريد فلاور. في عنا ريد فلاور وسمول ايز. من وين اجيب لك عيون انا؟ هاي العيون. لازم ارمي هاي بايدي بمكان عشان ما تسمعني. حرميها هيك على الارض فوق السجاده. يا حيوانه عملت صوت بتاعت الحيوانات هاي. او 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 ده مارلين، شو اسمك انت اليوم كان؟ باي باي. شو كان اسمها هاي؟ مادلين. بدك عيون؟ خدي يا حيوانه، الحق علي، بعطيك عيون قاعد. اوكي حدخل مختبر، سكر باب على السريع واعمل حالك مش شايف. بدنا هلا الفلاور، مش مكتوب منيح صراحه، مش شايف شو مكتوب انا، بس انه حاعتبرها ريد فلاور. طيب ما عندي حل غير اخذ الورود هذيك اللي هناك، فبدنا نختار منيح. هم هم بدهم ورده حمراء. ريد ليفز، ورق احمر. هاد سيج ليفز، هاي فرن. خلينا ناخذ السيج لانه هي شكلها كورق اكثر يعني. اوكي زبط. هلا شو بدنا نسوي؟ ايش هاد؟ منظف حمامات. يا مجنونه اصبري شوي. الله عم بشرح للناس شو اعمل. خلينا نقول هاي نعبي فيها هذا. لقد استخرجت العطر القطط. هلا شو بنسوي؟ بنحط العطر. مين بيصرخ قاعد؟ يا حيوان خوفتيني. انت خليك هناك اصبر. مادة نجت.
تعي تعي مش خايف منك اصلا. باي باي، خلينا نروح ناخذ منظف الحمامات وننظف الحمامات. افتح لي الباب. انت خربان؟ لا انت خربان. ايوه اخذت اشي بسرعه. اوكي اتوقع هاي القطعه الثالثه بدنا اياها عشان نصنع السحر القططي. هلا بس بدنا نرمي هاي هون لا تعال جوا جوا يا حيوان. بسرعه 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 بسرعه، الله يرضى عليك بسرعه. لا ليه ما صنعها؟ في كانتين ما اخذناها من النفق. يا سلام في واحد ميت. هلا حبيبي كيف حالك؟ هاي كانتين؟ انا اسف يا صديقي بس انا حستعير منك هاي الكانتين، انا انت شكلك مش راح تستفيد منها ابدا صح؟ اوكي باي باي. مش مهم، المهم ان احنا معنا كانتين ونحطها هيك. وحبيبي يلا بسرعه جهز. اها شكرا. مين 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 مين؟ شفتني الهبل هاي؟ او او هذا السحر الاسود راح اقضي عليك فيه واصير بسه. طيب بدنا نروح على غرفة الجحيم هلا وننزل تحت. استعملت القطة انا. وين اروح؟ انا قطة هلا صح؟ تحت. وين القناع؟ وين القناع؟ وين القناع؟ امانة امانة ارجوك ارجوك صديقي عزيزي. لا رجعت عند هذا الميت الاهبل. طيب القناع. صرت قطة مرة ثانية وروح يسار اها فهمت. رجعت عند الرجال المي. يا اخي انت شو بدك مني؟ الفكرة انه بس اشرب العصير هذا بصير سريع، فبدي اروح اخذ القناع قبل ما يسكر الباب تبعه. هاي المرة انا متأكد انه راح نجيبها الصح. لا 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 فضيت هاي السرعة. اجت اجت. يا ربي يا ربي انقذوني امانة امانة. لا 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 اجت اجت قراني اجت. هاي شو اسمها الهبلة؟ مادلين مادلين. لا وين الميت وين الميت؟ تعال ساعدني حبيبي انت بسرعة، انت ما فيش غيرك. اوكي باي باي. بدنا نروح نعبي العصير مرة ثانية من المختبر. ترى عبيناها فل. هاي المرة راح تزبط من أول مرة. اركض. اوكي يمين يسار يسار تحت. اركض 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 اركض. لا ولا ها ها لقيتها. طيب هاي ارمي هون. اخذت القطاع اخذت القناع الثالث. بس هلا راح تنزل مادة من فوق. حط القناع الثالث وهلا وين راح تهربي؟ برا. ما حكوليش وين برا، بس برا. طيب خلينا نروح برا نشوف وين راحت. الاغلب هون مكان. ها هاي هضاوية منورة منورة نفس المكان. الله اكبر. اوكي رجعنا لك بالكوباية مرة ثانية وحطها ونشوف هلا شو راح يكون. الباب الاحمر اللي فوق في المكان اللي برا. طيب دخلنا. افتح بسم الله الرحمن الرحيم. ايش في عندنا هون؟ دخلنا على مكان عتم جدا ولا نرى شيئا. في وقعة بس حموت. في مخدات يعني اكيد ما حموت صح؟ سبحان الله. طيب تعال انت اعطيني هاي الرسالة. بقول لي في بالنافورة حجر لازم انا اخده اوديه على التمثال عشان تعطيني حجر القمر. فهلا انا لازم اعمل لازم انا افضي النافورة. احط هذيك افضي النافورة. وين الحجر؟ هاي الحجر. تعال يا حبيبي هلا بنحط الحجر هذا في التمثال. تعال يا تمثال تفضل. بدك ايد؟ ناقصاك ايد. خود شكرا. بضل بدنا الشمس. وين الشمس كانت؟ بيحكوا لي لازم احفر جنب القبر عشان الاقي حجر الارض. طلع في حجرين، في شمس وفي ارض لسه. وبيحكوا لي يعني ان شاء الله ما تموت. اوكي حاضر. عشان احفر بدي كريك. طيب شو في هون؟ اها لقد رايته. تعالي تعال. مين نحفر اول؟ انت تعال.
يا اخي شو اللي جابك انت عندي؟ ايش الضحكة العفريتية؟ اصبري شوي. لا لا علقت 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 انا على فكرة مش شطارتك هاي. مذر بي هاها والله يا مذر انت طلعتي مش قليلة مش قليلة. ايش هالصوت؟ ول كل هالصوت بس من رمية. هلا بدنا الأخيرة عشان اخذ الأخيرة تحت الشمس بدي انا الاقي اغنية. خلي جرس يرن بعدين انا اطير زي العصفور. وها لازم اخلي الجرس يرن. اي جرس؟ الجرس يمكن الجرس تاع الكنيسة. الجرس حيكون فوق اكيد يعني. اوكي وين؟ اها فيرو لازم ارمي عليها اشي. اوكي يا حيوان فضحتني. في اشي كسر. العصافير كسروا اشي بالمدرسة. في ايد. اوكي انسكر شيء ثاني. اوكي كسروا هذا الشباك العصافير. واو احسنتم بارك الله فيكم. طيب بدنا نروح نفتح الباب من ورا. اوكي بنزل تحت عشان ادخل. اوكي هم بدهم 3 على 4 مينت سونج يعني 45 ثانية. في عنا تشارج بيلز، في عنا جينجل بيلز، في عنا جودز وورك. اي واحدة بدي انا؟ طيب هون في عنا جينجل بيلز جودز وورك. هاد جينجل بيلز. يلا هاي البيانو. هاي يلا اشتغل. اها ناخذ القطعة الأخيرة. ترى لا شغلت الأغنية مرة ثانية. أنا آسف 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 مادن اعطيني القطعة القناع بسرعة بسرعة. هاي وين القناع تاعي؟ أوكي 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 شكرا يا صاحبي. وين حط القطعة الرابعة؟ وين رايحة هلا؟ وين رايحة هلا؟ pass through the doors of memories. هيكون هاد doors of memories. اوف بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت doors of memories. الدنيا عتمة ومش فاهمين اشي. وين اروح؟ في هون حفرة صغيرة. اوكي وش ذا؟ احنا ما اتفقنا. احنا فكرنا لحالنا حنكون يا شباب. احنا ما قلنا في حد معنا. هاي هاي بس هاي ذكريات. انا بدي الكوباية. وين الكوباية راحت؟ اعطوني اياها وخليها اروح. ما في داعي لكل هالشغلات هاي. في السقف هذا اللي كسرته انا. ها؟ اشعر بدني اقسم بالله. طيب اوكي بدي شيء اصلا. ما بدي ذاك مفتاح اصلا. ما بدي اياه. يا جماعة الموضوع مش مستاهل كل هاد يعني. والله ما في داعي ما في داعي حبايبي. انت كيف فتح الباب هذا؟ حبيبي انت مين؟ مين قتلك؟ وانت انا اسف انا اسف انا اسف. استنى 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 استنى. اوكي مين انت؟ انتوا مين كلكم؟ كلكم قتلتكم هذيك؟ يا حرام انتوا كلكم ميتين من المرة هذيك. كل واحد بوقع بتكلم. خلينا ننظفهم صراحة أحسن. بدناش شوية بدناش وسخ بالمكان. أوكي روح نظفنا المكان. هلا بدنا نروح على جوا. أوكي صرت ألف حوالين حالي. في دم. يلا صار لي 7 شهور الدم قاعد. ما تحكوا لي هاي متاهة. في إشي لازم أعمله. حرجع بالعكس. لما رجعت بالعكس صار في باب. اوكي 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 حنضل نفتح باب احنا. خلاص حبيبي خل خل هاي. اوكي على الاقل باب مفتوحين. ما بضحك والكباية. صحة. كيف اطلع انا؟ ليه فاضي الكباية؟
تعبت الكوباية لحالها. شكرا حبيبي والله انت عسل. القطعة الخامسة ونبدأ هالمرة بالباب اللي جوه المدرسة. اعطيني طقوس شيطانية. طيب وصلنا على المدرسة وهاي الباب فتح. في عنا الرسالة، لازم الاقي رجل عظمي. يخ شو بطارية بطارية بطارية، كيف تخبوا؟ انا تخبوا، لازم تخبوا. اوف 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 اوف. I am sorry I am sorry. انا طالع برا. لا شو هاي البطارية يا بنت ال... كنت عم بقرب منك قاعد انا. صرنا في اخر يوم بس على الاقل جمعت ثلاث قناعين. اوكي رجعنا واخذت بطاريتي. مش عارف وين رايح صراحة. ها هي الهيكل العظمي، لازم اعمل اشي. اوه شغلت شغلت هذا. لا اصبر 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 اصبر، ما هربتش انا، لساتي موجود. هاي مفتاح. استرج. لا اعمل جرس، اعمل جرس. ماما خليك شوي. هذا المفتاح تبع هاي الغرفة. لا لا يا الله الله، ليش رميته علي انا؟ طيب هلا بدنا نلبس الجم العظمي. هاي اللي بايدي البس. ايوه عسل، نلبسه اجنحة. هلا هلا بدنا راس راس. خذ لك راس. ما بدهم هذا الراس. ايوه راس المعزة هو راس يروز الى راس الشيطان، فنحط لها اياه. الله الله عسل عسل. هلا بدنا جناحين، الجناحين تعون التمثال المعلق هذاك، بس كان بدهم اشي عشان احرك، بدهم ليفر. الاغلب هي حتكون واحدة من هذول. يا غشاشة الغشاشين. اها لقيتها، ما بحتاجكم. بنزل تحت عند التمثال ناخذ الجوانح بتاعونه. هاي كيف هيك جيتي انت؟ اخذنا جناح، اخذنا جناح يا جماعه. نروح نلبسه للمعزه بسرعه. الجناح الاول لازم اشيل البراغي عنه. اللي بتشيل البراغي كانت اها. بسرعه بسرعه بسرعه، يلا يا زلمة حتيجي. انا مش هون. اوكي اتوقع نطلع برا ناخد هاي. 1 2 3. اوب نو 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 نو، give me this one. I am go. اها شفتك. انا اسف بس انا رايح، باي باي. Uncertainty. Is that the great Lord Baphomet? أيوة هذا هو إلهك أنت. In love for you. خليك خليك خليك. Please accept this gift. Rises my heart. يا هبلة يا هبلة. You completely. عم تسجد قاعدة للمعزة. أخذنا مفتاحها وهلا بدنا نروح عند الخزنة تاعتها. هي عطته المفتاح كأنه قربان لإلهها. فالحمارة مش عارف انا سرقته. بدنا ننزل هلا نروح على غرفة الهاي وفيها الخزنة تاعتنا. اوكي حط القطعة الخامسة هون. هلا الدهر بالكوباية. راحت برا المدرسة. لقيت الكوباية كتير بعيدة كانت. نفتح الطريق السادس القطعة الأخيرة. العلية. طيب هي ميتة هلا، خلينا نروح على السريع. العلية كانت بحمام من الحمامات اللي هون. اوكي هي هي هي.
مشكلة هلا هي عارفة وين انا تجيلي انا ما بدي تجيلي اوكي Who's doing? لا 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 عرفت اني هون الله مفتاح لطيف يا لطيف يا لطيف اوف 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 في صوت فيران There are rats here. They will bite you as long as you hide. ها القناع هات 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 يا اخي خلصني خليني اخلص اللعبة مفتاح خليه هناك هات هاي خليني اوديها هاي شو هاي اوه boy with blue hands اوكي Look at you, all alone. أنا آسف حبيبتي. بدي كولا ومسدس. أوكي كمل هاي. أها. كوكا كولا. أها. طيب نرجع الحمام. نطلع فوق. نسكر باب مرة ثانية. هلا بدي أنا حطيت المفتاح هذا هون. المفتاح هذا له. هاي الغرفة المفروض صح. صح. هاي. طيب هلا بدي اطلع ايش هذا؟ اه هاي تحت اوه اوه القطعه الاخيره لصناعه السلاح المعقد جويا نحط هاي هون هاي على السريع جوا سكر وانت روح هناك انا حروح هناك ها المسدس صار جاهز اها لقيته هلا بدنا نروح نصيد الفار فيه عشان نخترق القناع منه الفار هيو بس كيف بدنا نجيبه اوه وقعنا الجبنه هلا راح يجي الفار على الجبنه كلهم راح يجوا على الجبنه هلا الله 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 تعال 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 يا حيوان روح انت اعطيني هذا اخيرا معلش طولنا عليكم بهالحلقه بس بدنا نخلص بدنا نخلص يا جماعه انت لسه بتهرب انت خلاص خلصنا خلاص اي وين رايح؟ الكوباية دخلت في باب الذكريات طبعا انا بدي اخذ القناع تبعي حبيبي القناع بده طاقة بنروح نجيب له الطاقة شو هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم خلصوني يا جماعة بدي نخلص في شي ضربني في شي ضربني في شي ضربني وين الكوباية يا جماعة خلصوني اها ها هاي شو اللي صار لا بده كوبايه برضو مو اجله ها كيف صار هيك هذا يا ولد لا 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 وين مخدني وين مخدني الله اكبر you thieving nuns what have you done ايش فيه؟ ايش فيه؟ اوكي باب الذكريات انت شو مالك؟ I'll kill you all. انا مادلين تعالوا يا ولاد تعالوا وينكم؟ اخيرا اجى اليوم اللي انتقم منكم فيه ويليام مين بنادى ويليام قاعد؟ اوف 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 رجعت انا ولد اوكي في قناع كبير شفته هلا لمحته او يمكن لا دخلنا على البيت مرة ثانية هاي الكوباية يا ابني اي سيبني سيبني لا 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 سيبني سيبني النجدة النجدة يا مجنون كنت راح اخلص ايه تعال ها اوه
ليش طل... اه هيو اوكي خذ الطاقة كلها إلك. تعطش للطاقة هلا اضوي. ايوه time to put it on. هيك خلصنا جمعنا القناع وصار وقت اني البس القناع. بس اتوقع هيك بكون خلص خلصنا الفيديو تبع اليوم. الفيديو الجاي بنكمل نلبس القناع ونشوف شو راح يصير معنا بعدين. ان شاء الله ما اكون طولت عليكم هذا الفيديو. كالعاده اكتبوا لي بالكومنتات شو بدكم اللعبه الجايه تكون، وما تنسوا تعملوا لايك وكومنت وشير وسبسكرايب وكل شيء. وبس بتمنى يكون الفيديو عجبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامه.